السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأربعاء 19 يونيو. بسم الله ما شاء الله، العاسلات كبيرة. المنحل أصبح في تغير، بكثير. هناك من هي بخمس طوافق، هناك من ثلاث عاسلات، هناك بالطوافق، هناك بالطوافق. بسم الله ما شاء الله سنة عسل، لكن عاسلات على هذه الشاكلة بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شاهد معي عليك بالله أخي، قل بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. هيك نشوفك هاتف عديروني، فأنا دائما نصور لوحدي. بسم الله، هذه العاسلة، هذه أخي الكريم صندوق التربية، العاسلة الأولى، العاسلة الثانية من حجم الكبير، بمعنى عندنا 30 إطار بيضاوي في 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حتى العاسلة بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله، بمعنى شيء جميل 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 جدا جدا. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمل الذي نسمو إليه من هذه الجبال. أحييكم أخوكم جلال البيضاوي، اللهم اجعلها سنة خير للجميع، اللهم اجعلها سنة خير للجميع. فالفرز ما زال متأخر عندنا إلى بداية شهر 7. هذا العسل الذي نراه فهو عسل في طريق النضج إن شاء الله. إن شاء الله نأخذ الصندوق العسل الأولى، ندخل نأخذ العسل الثانية، ونأخذ نصف صندوق التربية، بمعنى نأخذ 25 أو 26 إطار. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عليك بالله أخي الكريم، عليك بالله أخي الحبيب، بسم الله. علو جلال البيضاوي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله، من دون حاجز ملكي، من دون حاجز ملكي. الإنارة لا تساعدني، لا أرى جيدا، لأن خلية أعلى مني. أول شيء خلية ليست بعلوي، أعلى مني. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سنة خير وسنة رزق للجميع إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله أن تكون سنة خير وبركة للجميع. فالخلايا كلها على هذه الشاكلة والحمد لله. هناك من هي بالزجاجات، هناك من هي بالطوابق، هناك من بالطوابق، هناك من بالزجاجات. إن شاء الله، إن شاء الله سنة خير وبركة للجميع. هذا الذي ترى أخي الكريم، هذا منتوج قسمات على طريقة النفض الحسونية. هذا العمل بني على طريقة سليمة. هذا النحل وهذه التربية ليست لا تربية تغذية ولا أي شيء. هذا الذي نراه، هذا الذي تراه بسم الله ما شاء الله، فهذا عسل الجبال. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا أرى جيدا، لكن نتمنى أن تكون الصورة واضحة، لكن إن شاء الله في الفرز نوافيكم بفرز جميل بإذن الله. من جبال الأندلس نحييكم يا معشر الإنارة. أستعمل هذا تبييض الصورة لكن الإنارة ليست جيدة، لكن الحمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.